انا بصراحة انا جبتها ب 40 جنيه، يعني انا جبتها كانت هي ب 299 دولار بالظبط، فانا جبتها بحوالي 45 جنيه كده يعني. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم احمد الفولي. فيديو النهارده بقى مهم جدا لكل الناس المهتمه بالالعاب الفتره دي، للناس اللي متابعه على منصات الالعاب وكده. هتلاقي ان في عروض قويه جدا 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 نازله على الالعاب، وفي العاب قويه جدا زي مثلا لعبه توم كلانسي ذا ديفيجن 2 مثلا، كانت ب 59 دولار او 59 يورو. اللعبه دي نازل عليها سيل النهارده، يعني هي شبه ببلاش، يعني مش عارف اعبر عن الكلمه بالظبط ايه، بس يعني لعبه فعلا ببلاش. اساسن كريد برده نفس الموضوع، نازل عليها عرض ان هي تبقى مجانا، يعني تاخدها وتبقى معاك مدى الحياه. فانا النهارده جايب لكم المنصه عشان تلحقوا تخشوا تشتروا العروض دي، لان اللي مش هيلحقها هيندم فعلا ان هو ما خدهاش. كل اللي هتعمله ان انت تخش على موقع ايبك جيمز، وهتخش هتنزل تحت شويه كده. وانا كنت قايل قبل كده في حلقه زي لعبه مترو مثلا، كانت نازله عرض ساعتها ببلاش، لو ما شفتش الحلقه ممكن تشوفها من الاي اللي تظهر فوق دلوقتي. هتنزل تحت شويه كده هتلاقي حاجه اسمها فري جيمز. فري جيمز دي يا جماعه كل فتره، يعني تقريبا كل اسبوع بينزلوا لعبتين بيبقوا مجانا، يعني بتشتريهم مجانا وبعد كده بينزلوا بفلوس، بس انت في وقت العرض انت بتاخدها خلاص ليك انت. فانت مثلا لو قلبت كده شويه هتلاقي اساسن كريد مثلا اهي مكتوب تحتيها كومينج سون، وهتبقى مجانا من يوم 20 فبراير ل 27 فبراير، يعني تلحق في الفتره دي. لو ما لحقتش بعد 27 فبراير خلاص كده اللعبه هترجع بفلوس تاني. فاللعبه زي دي اصلا اللعبه دي قويه جدا، تعتبر من اقوى الاجزاء للعبه دي. هتنزل كده تدوس كونتينيو. طبعا لما هتبقى فري هتيجي هنا على سي اديشنز، هتلاقي هنا بقى هنا الستاندرد، هتلاقيها هنا فري او اللي هي جيت ناو، تاخدها ببلاش من غير اي مشاكل خالص. ده بالنسبه لاول لعبه. تاني لعبه بقى اللي انا شايفها اهم من اساسن بكتير جدا، لعبه ذا ديفيجن 2. نيجي بقى على اهم لعبه، وهي لعبه ذا ديفيجن 2. اللعبه دي نازله يوم 15 مارس 2019 زي ما انتم شايفين. اللعبه دي ثمنها 60 دولار، نازله على منصه يو بلاي اللي هي المنصه الرسميه بتاعت اللعبه اصلا، ب 3 دولار زي ما انتم شايفين من 60 دولار. طبعا الرقم ده يعني انا مش عارف اقول ايه، اللعبه اصلا شبه ببلاش، وهي لعبه قويه جدا، واللعبه مش قديمه بقالها يعني 8 شهور او 9 شهور، داخله في سنه اهي، لعبه قويه جدا. وهتلاقيها على منصه ايبك بنفس الثمن، انا اشتريتها من منصه ايبك. انا بصراحه انا جبتها ب 40 جنيه، يعني انا جبتها كانت هي ب 299 دولار بالظبط، فانا جبتها بحوالي 45 جنيه كده يعني. واشتريتها عن طريق اللي ما اعرفش ممكن اشتري العاب ازاي على النت، بشتري باي فيزا ماستر كارد، وممكن استخدم كمان فودافون كاش ان انا يحول لي يعمل لي فيزا وهميه. ممكن ابقى لو انتوا حابين ان انا اعمل الموضوع عن الحلقه دي، او افهمكم ازاي بتقدر ان انت تشتري اونلاين من خلال فودافون اي موقع عالمي، يا ريت تسيبوا لي في الكومنتات تحت. بس هي دلوقتي السيل بتاعها بيطلع وينزل، بتبقى يعني دلوقتي 10 دولار، ممكن بالليل تلاقيها 3 دولار او 4 دولار. ويعني خدوا بالكم ان العرض ده ساري اليوم 3/3/2020، يعني هي فاضل لها كام اسبوع وخلاص، مش هتقدر تستفاد بالعرض لو العرض خلص. هتشتريها من يو بلاي او ايبك، الاثنين واحد يعني مش هتفرق. انا عشان بس بيريحني اللانشر بتاع الايبك نفسه، فانا بشتري كل العابي من ايبك او بجيب الالعاب من ايبك، وبيعمل كده كده كونكت بينه وبين يو بلاي علشان اصلا اللعبه رسميا على يو بلاي. فانت هتشتريها من هنا او هتشتريها من هنا مش هتفرق معاك في اي حاجه، بس اهم حاجه تلحق العرض لانه فعلا عرض ما يتعوضش. وبكده حلقه النهارده خلصت، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. يا ريت لو عجبك ما تنساش تعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.